اقوله ان ايوه في، ما هو ده حبيب الستات، ما انت مش فاهمه بجد يعني هو في كل الستات في الاخر هو في ست تستغنى عن مطبخ الشيف حسن؟ مستحيل. ده اللي انا عايزه اقوله، انه انت غيرت التقليد بتاع ان تيتا بطه لازم تدخل المطبخ، لا ده في شيف حسن بقى الست بتروح تستعين بيه دلوقتي. بالظبط. هتروح تيتا بطه تسالك على وصفات جديده، على حاجات تبقى اقتصاديه، يعني في فكره انه الراجل هو اللي ايه للجمهور بقى عشان يتفرجوا عليه. اقول لهم تيتا بطه، تيتا بطه اتفرجوا علينا يا حبايب قلبي في برنامج اهلا للستات مع السكره لميس والقمر شيف حسن. يا سلام عليك يا تركياتك يا تيتا بطه، مفيش زي الجد والله، يا اهم ام في الامهات. نورتينا يا روحي ان شاء الله، وحلوه قوي الشخصيات كلها. احنا مستنيين بقى شخصيه كمان تطلع جديده، ناويه تضيفي شخصيه لشخصياتك يا مول؟ روتينا يا روحي، روتينا في رمضان ان شاء الله يا تيتا بطه. في رمضان في مفاجآت عند روحي في رمضان. نورتينا يا رضا، ربنا شكرا يعني يا عمو، نورتينا كماليا، شكرا يا عمو. بس قوم انت يا رحاب، قوم يوم. انا رحابه. ما قلتلاش شخصية مرات ابنها عملت ايه فيها؟ معايا مرات ابنها قرشانة شوية.